تعزيز مكانة حقوق الطفل في الجزائر لكونه الركيزة الأهم في صناعة المستقبل وتحقيق التنمية المستدامة، هو ما أكده المشاركون في اليوم الإعلامي الذي نظمته الهيئة الوطنية لحماية وترقية الطفولة احتفاء باليوم العالمي للطفل. أكيد أنه اليوم حبينا الاحتفالية هذه اللي نظموها بالتنسيق مع صندوق الأمم المتحدة للطفولة اليونيسيف بالجزائر بحضور لجنة التنسيق اللي مهم جدا نذكرها، اللي متشكلة من كل القطاعات الوزارية، ممثلين المصالح الأمنية والمجتمع المدني. نحييوه تحت شعار مهم جدا وتحت مبدأ مهم جدا، هو الكلمة للطفل والمشاركة للطفل. الجزائر قانونيا الطفل محمي في جميع الميادين، وتطبيق هذا جاري مع وزارات أخرى والهيئات المكلفة بالطفولة كالهيئة الوطنية لحماية وترقية الطفل، وزارة الطفولة والعائلة، وكذلك الوزارات الأخرى، وكذلك المجلس الاجتماعي والاقتصادي. عندنا عمل مشترك مع وشراكة مع كل هذه الهيئات، ونعمل جديا لتحسين الوضع في هذا اليوم لنعبر عن حقوقنا وانشغالاتنا. اللقاء الذي جاء تحت عنوان حق الطفل في المشاركة وإبداء الرأي كان فرصة لفتح منبر للنقاش أمام الأطفال المشاركين حول مختلف المسائل التي يعنى بها جيل الغد. حسيت روحي هيلة، علاش؟ باسكو نحب يعني جو ديفون لي دووا تاع لي زونفون، و سورتو اليوم هو يعني لو تيم سي المشاركة. الشيء المميز هذه السنة انه اعطوا أهمية لحرية التعبير لدى الطفل، وهو شيء مميز في هذه التظاهرة، ولربما هذا أمر مهم جدا ان نغرس قيمة إبداء الرأي، قيمة التحدث. اللقاء عرف أيضا إطلاق الطبعة الثانية مسابقة أرسم احكي وغني، الهادفة إلى إشراك الطفل في التعبير عن رأيه بمختلف الطرق الإبداعية.